السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين طلاب الثانوية العامة دفعة 2025. ازيكم يا رجالة؟ أخباركم إيه؟ مكملين في أقوى كورس تأسيس في اللغة الإنجليزية على قناة مستر محمد دين. شغل جامد، عامل لكم مذكرة جامدة جدا جدا فيها تفاصيل مهمة، كل المعلومات اللي أنت محتاجها عشان تخش لمنهج ثالثة ثانوي وأنت متأسس صح. طبعا الكورس مش موجه لطلاب ثالثة ثانوي بس، عادي أي واحد في أولى ثانوي ثانية ثانوي بيتفرج ويستفاد. نزلنا محاضرتين من الكورس ده وأنا عاجبني جدا تعليقاتكم، مبسوط جدا بكل واحد بيكتب كلمة كويسة، بفرح لما حد يقول يا مستر أنا بستفاد، أنا معاك، الدنيا ماشية كويسة، إن شاء الله تبقى الدنيا تمام. عملنا لكم جروب على التليجرام عشان يبقى في متابعة وفي تواصل، اللينك الجروب موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، هتلاقي على الجروب طبعا المذكره بتاعتنا اللي احنا شغالين منها، وربنا يوفقكم وان شاء الله يكون كورس مفيد قبل ما نخش في منهج ثالثه ثانوي او قبل ما نخش في المنهج اللي عندنا، فانا عايزك تستفاد وتبقى الدنيا تمام بالنسبه لي. بصوا يا رجاله، النهارده عندنا محاضره مهمه فيها شغل، محاضره جامده الصراحه، عايزك تركز كده بالله او تركز كده بالراحه، تسمي بالله وتقرا بسم الله عشان نبدا وتبقى الدنيا تمام. بص يا باشا، اول حاجه ان احنا بنتكلم في الكورس بتاعنا عن حاجه اسمها parts of speech، اجزاء الكلام. يعني شرحنا يعني ايه noun، يعني ايه pronoun، الضمير والاسم، عشان الطالب يفهم اجزاء الجمله في اللغه الانجليزيه وبنكون ازاي الجمله. فاحنا عندنا النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها الverb، يعني الفعل. انت لما بتيجي تكون جمله، علي بليز ويل، علي ده بيعرف يلعب كوره مثلا او بليز فوتبول، ويل كويس، فكلمه بليز ده الفعل بتاع الجمله. فاحنا الفعل عندنا في الانجليش طبعا الافعال نوعين، في حاجه اسمها الهيلبنج فيرب اللي هو الفعل المساعد. في ازمنه في الانجليش لما تيجي تكون زمن الجمله لازم يكون في فعل مساعد وفي مين فيرب الفعل الرئيسي. يعني مثلا هي از واتشينج تي في، هو بيتفرج على التلفزيون. He's watching TV now، بيتفرج على التلفزيون دلوقتي. ده زمن ايه؟ is watching، ده present continuous مضارع مستمر، ادي is وادي watch وادي ing. هنا is دورها helping verb، فعل مساعد بتيجي مع الفعل الرئيسي عشان تكون زمن الجملة. ما هو watching لوحده ده مش زمن، انما is watching يعني هو بيتفرج على فيلم. فالهيلبنج فيرب ده الفعل. انا في ازمنه، هي هاز ارايفد، هو وصل. هي هاز هنا لوحدها ملهاش معنى، ده هي هنا هيلبنج فيرب، فعل مساعد مع المين فيرب الفعل الرئيسي اللي هو ارايفد. يبقى الفعل المساعد بيجي مع فعل تاني عشان يكون زمن للجمله بقى. ده لوحده هاز ارايفد، ده كده ده الفعل المساعد، ده الفعل الاصلي. طيب الافعال المساعده عندنا في الانجليش طبعا في ثلاث افعال مشهورين جدا، الافعال المساعده فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف. فيرب تو بي اللي هو في البريزنت في المضارع ام ويز وار، وفي الماضي ووز وير، وفي عندي طبعا التصريف الثالث اللي هو بين او بين، بس سيبك بين دي ما بتجيش مع فعل تاني لوحدها، اللي ممكن يجي ام ويز وار او ووز وير. بيجوا لما بنيجي نكون مثلا البريزنت كونتينوس المضارع المستمر از واتشينج، يبقى هنا از جايه فيرب مساعد مع از واتشينج. في الماضي، ماضي مستمر ووز واتشينج، يبقى هنا فيرب تو بي ام ويز وار والماضي ووز وير. فيرب تو دو اللي هو دو داز والماضي ديد والتصريف الثالث دن. فيرب تو هاف اللي هو هاف وهاز والماضي هاد والتصريف الثالث هاد. يبقى عندنا يا شباب طبعا الحاجات دي احنا بنحتاجها لما اجي اكون سؤال في الانجليش، لما اجي انفي الجمله لازم اعرف فين الفعل المساعد. انا عندي ثلاث افعال مساعده، فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف. طبعا هو بس انت لازم تعرفه ان ممكن هم يجوا افعال مساعده مع افعال ثانيه، يعني ما اقول مثلا هي از واتشنج، هو بيتفرج على التلفزيون. هنا جاي از يعني جاي فعل مساعد ملوش معنى لوحده، ده هو بيساعد واتشنج في تكوين الجمله. انما ممكن يجي بقى في جمل ثانيه هو الفعل الاصلي، لما اقول مثلا هي از ال، هو مريض. هنا از اللي هو فيرب تو بي هو الفعل بتاع الجمله، هو الفعل الرئيسي يكون. فالثلاث افعال دول ممكن يجوا لوحدهم. اقول لك مثلا هي ديد،
his homework yesterday. هو عمل الواجب بتاعه امبارح يا ريس، اتاكد ان كل حاجه تمام. He did his ده هو عمل الواجب. هنا did فعل اصلي. مثلا هاف تيجي بمعنى يملك. فالحته دي يعني يهمني طالب ثانوي عام يكون متاسس. اما اقول لك لا يا ابني هي هاز ارايفد، هو وصل. زمن بريزنت بيرفكت مضارع تام، هو وصل. ادي هاز فعل مساعد وادي ارايفد الفعل الاصلي. غير لما اجي اقول لك هي هاز اكار، هو يملك سياره. اها لا، ده هنا هاز فعل اصلي، ده المين فيرب الفعل الرئيسي بمعنى يملك. فطبعا دي بترتب عليها حاجات كتير. لو هو فعل مساعد يعني هاز ارايف فعل مساعد، لما اجي في الجمله اقول هي هازنت ارايف، هو ما وصلش. ان في ما هو فعل مساعد بقى. لما اجي اعمل سؤال اعمل مقص اقول هاز هي ارايفد، هل هو وصل، لان هو هنا فعل مساعد. انما لما يكون يا رجاله فعل اصلي هي هاز كار، لما اجي يا جماعه انفي الجمله ما ينفعش اقول هي هازنت، غلط. ما ينفعش اقول هي هازنت، ده هنا مش فعل مساعد. عارف هاز دي اقول هي دازنت هاف ا كار. بصنا فيها ايه، هي دازنت هاف ا كار، هو لا يملك سياره لو هو فعل اصلي. هي دازنت هاف. ولو جيت عملت سؤال ما ينفعش اقول هاز هي، ما ينفعش اعمل مقص عشان ده فعل اصلي، ده الفعل بتاع الجمله. اما لما اجي اعمل سؤال اقول حاجه اسمها داز هي هاف ا كار، هل هو يملك سياره. يبقى انا ماشي معاك يا باشا بالراحه وباسسك وبديك معلومات جامده. يعني متابع الكورس ده هيلاقي ان هو في كل محاضره بياخد 100 معلومات حلوه. يعني المحاضره اللي فاتت بتاعه البروناونز الضمائر انا مبسوط من تعليقات الطلبه، لسه احنا استفدنا، كان في معلومات جامده كتير هنحتاجها كتير في مناهج بعد كده. فالنهارده احنا بنتكلم على الفيربس الافعال. لازم الطالب يفهم في حاجه اسمها فعل مساعد، فعل اصلي. الفعل المساعد ده اللي هو بيجي مع فعل تاني عشان يكون زمن الجمله. في ثلاث افعال مساعده، فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف. وعرفنا ان الافعال دي ممكن تيجي هي فعل اصلي في الجمله، يعني تكون هي الفعل الاصلي بتاع الجمله. زي ما خدنا امثله هي هاز ارايفد، هو وصل، دي فعل مساعد. لما بيكون فعل مساعد ومعاه فعل تاني اصلي ينفع ان فيها اقول هي هازنت، ينفع اعمل بيها سؤال اقول هاز هي. انما لو فعل اصلي لا، ما ينفعش ولا انفيها ولا اعمل سؤال. اجي انفيها اقول doesn't have، هعمل سؤال اقول does he have. فالكلام ده مهم جدا يا شباب عندنا، ده الفعل المساعد. طيب زي ما قلت لك في امثله اهو، هي از ايتنج ان ابل، هو بياكل تفاحه. از ايتنج يبقى هنا از ده فعل مساعد وده الفعل الاصلي. انما هي از ا تيتشر، هو مدرس، ده فعل اصلي. ديد يو دو، هل انت عملت الواجب، ده فعل اصلي، ده هو ده الفعل بتاع الجمله. هل انت عملت، هي داز هيز لاندري اون ساترديز، بيعمل الغسيل بتاعه. يبقى هنا يا شباب داز هنا فعل اصلي. هي هاز فينيشد، ادي هاز وادي فينيشد، ده مساعد ده اصلي. انما هي هاز ا كار، عنده عربيه، نفيها ايه؟ ما اقولش هازنت، مش اسمها هي هازنت ا كار. مثل لا، هي دازنت هاف ا كار، ما عندوش عربيه. امال هو هاز فينيش ده فيها ايه؟ لا دي عادي، هازنت فينيش ده عادي. يبقى انت كده فهمت معلومه مهمه جدا على الافعال اللي هي المساعده. في طبعا الموديل فيربس، الافعال الناقصه، كلكم حافظين ويل وود شال شود كان كود مي مايت ماست. في مصر دي يا شباب الافعال دي هم بيسموها طبعا الافعال الناقصه، يعني كان بيقول لك عشان ما لهاش تصنيف ثالث. يعني مثلا ويل، كل فعل في الانجليش ليه ثلاث تصنيفات، ويل وود بس، شال شود كان كود. طبعا الافعال الناقصه في الانجليش ليها استخدامات كتير. دايما يجي بعدها الانفينيتيف لما بتكون في صيغه المضارع، يعني دايما اقول ويل والمصدر، وود والمصدر، كان والمصدر، دايما بتيجي في صيغه المضارع ويل والمصدر، ماست والمصدر. الماضي بتاعها بنجيب ماست هاف، ده في بعض الحالات فيها يعني ماست هاف وتصريف ثالث. بس هي طبعا ليها ماضي كتير بقى. يعني انت اثناء اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي خدت معلومات كتير جدا على الحته دي. انت لو طالب شاطر ومتاسس صح، وهناخد كام بقى في المنهج، كلمه كان، كان دي مثلا ليها معنى بمعنى يستطيع. هي كان درايف، بيعرف يسوق.
او هي كان سويم بيعرف يعوم يستطيع. طب زمان هو صغير هي كود استطاع. يعني ممكن في جمل تلاقي كان يستطيع الماضي بتاعها كود. ماشي، ما احنا عارفين كان ده مستر يستطيع دلوقتي كان الماضي بتاعها كود. انا دلوقتي بعرف اعوم اي كان سويم كذا. مستر زمان وانا صغير اي كود درايف، كنت بعرف اسوق. ماشي كان يبقى الماضي بتاعها كود. في جمل تانية لا، درس مثلا عندنا اسمه درس الديدكشن الاستنتاج. درس الاستنتاج لما اجي اقول لك مثلا هي كانت بي ذا سيف، هو مش ممكن يكون الحرامي. كانت بي، هو مش ممكن يكون الحرامي. هنا مش جايب معنى يستطيع، ده انا بستنتج الراجل ده مش ممكن يكون الحرامي. عارف الماي بتاعها ايه؟ الماي بتاعها مش كود. ايه ده؟ امال الماي بتاعها ايه؟ اقول هي كانت هاف، وتصريف تالت مش ممكن، كانت هاف انتر مش ممكن يكون دخل المنزل. فالافعال الناقصه ليها فيلم بقى، مش عايزين يعني ايه احنا بناخد فكره عنها عامه عنها دلوقتي وبناخد يعني استخداماتها ايه بقى. لا ده فيها درس بقى مناهج. الناس اللي في اولى ثانوي واللي في ثانيه ثالثه ثانوي بقى حبايبنا عندنا يونت 4 كلها هتتكلم يونت 4 عن الموديل فيربس دي استخداماتها بقى. انما انت دلوقتي الافعال الناقصه ويل وود كان كود شال شود ماشي يا مستر. الافعال الناقصه ممكن انفيها، يعني مثلا كان نفيها كانت، ويل نفيها وونت، شود نفيها شود. انت عايز بقى يو ماست فينيش، يجب ان تنهي دي كده يعني ضروره. يو شود ستادي نصيحه. اي كان ران استطاعه. ليها استخدامات كتير وناخدها، بس انا يهمنا ان انا ممكن انفي بيها. يعني كانت وبيجي بعدها المصدر، يجي بعدها الفعل في المصدر. في افعال كده واحنا بنشرح في المنهج بتاعنا هناخدها زي سيمي موديلز كده، عارف ازاي؟ تمشي في بعض الحالات زي الافعال الناقصه. يعني كلمه اسمها يوزد تو، اعتاد ان. فيرب تو بي جوينج تو، يعني سوف. فيرب تو بي اباوت تو، معناها على وشك. فيرب تو بي سبوزد تو، من المفترض. هاف تو، ينبغي عليك. وهاز تو، هاد تو. ونيد تو، وأوت تو، يعني يجب. وهاد بيتر، من الافضل. وكلمه تو، الحاجات دي ناخدها في بعض الحالات بتمشي زي الافعال الناقصه. يعني مثلا بنيجي ناخدها مثلا في الاكتيف والباسيف، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. في الافعال الناقصه لما اجي احولها مبني للمجهول اقول لك مثلا هي ماست ووش ذا كار، يجب ان يغسل السياره. هي ماست ده كده مبني للمعلوم، هي ماست ووش ذا كار. لو بدات يا رجاله بذا كار، بصوا ليه؟ ذا كار ماست بي، بزود كلمه بي اهي، ماست بي ووشد، يجب ان تغسل. ماست بي ووشد. فاحنا عندنا في الانجليش كلمه بي دي، عندنا في الانجليش يا شباب كلمه بي بتحولها باسيف. افعال ناقصه ماست والمصدر في المضارع كده، ماست والمصدر الباسيف بتاعها ماست بي ووشد. فهنا الافعال دي لما بنيجي برضو نحولها باسيف بنشغلها زي الافعال الناقصه. فاهم ازاي؟ يعني ما اقول لك مثلا ايه، هي has to، هو ينبغي عليه. he has to clean the room، هو لازم ينظف الغرفة. بص براحة كده يا ابني، he has to clean the room. اقول له the room، الغرفة. بص حتى الجاية دي، has to be cleaned، يجب ان تنظف. يعني has to اعتبرتها كأنها فعل ناقص. ففي بعض الافعال اسمها سيمي موديلز، شبه افعال ناقصه، زي يوزد تو اعتاد ان، زي از اباوت تو على وشك، از سبوزد تو من المفترض، اوت تو ينبغي، نيد تو، هات تو، دي كلها زي الافعال ناقصه بنجيب لها بي وتصريف تاني. يبقى احنا بنشرح انواع الافعال. كل ده يا جماعه بيديك معلومات، بيديك خلفيه عشان تفيدك بعد كده في منهجك وتفهم المناهج وتفهم جرامر. لما اكون فاهم الكلام ده كله في معلومات بتتقال. مستر النهارده بيشرح الفيربس الافعال، وقال لنا ان الافعال دي هي نوعين، حاجه اسمها هيلبنج فيربس، افعال مساعده، وحاجه اسمها مين فيرب، الفعل الرئيسي. وقال لنا ان الافعال المساعده زي فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف، دول مشهورين جدا افعال مساعده. بس ساعات يجوا افعال اساسيه، ممكن يجوا افعال اساسيه عادي.
والمستر شرح بعد كده الموديل فيربس افعال ناقصه كان كود وشال شود ويل وود والسيمي مودلز اللي هم الافعال اللي موجوده دي. طيب المين فيرب الفعل الرئيسي بقى في الجمله هو الفعل بتاع الجمله هو برضو بينقسم برضو يعني مثلا في حاجه اسمها اكشن فيرب افعال الحركه اللي هي بتعبر عن حاجه بتحدث. انا دلوقتي ايت باكل اي ام ايتينج فكلمه ايت ياكل في حاجه بتحصل. انا واتش بشاهد انا بلاي بلعب فهو بيوصف حركه او بيوصف حاجه بتحصل. ريد يقرا ليسن يستمع بلاي استدي دي افعال اسمها افعال اكشن في حركه في الجمله زي كلمه رن دانس ايت سبيك ووك يتمشى ورك يعمل كاتش يمسك. في بقى اسماء ستاتيك فيربس افعال الثبات. افعال الثبات دي ليه ما فيهاش حركه يعني كلمه زي كلمه سيم يبدو سيم يبدو لاف يحب لايك يحب بريفير يفضل كوست يكلف ريميمبر يتذكر اندرستاند يفهم هير يسمع نو يعرف فورجيت ينسى. فخلي بالك الافعال في الانجليش ممكن يكون الفعل بيوصف اداء حركه حاله حاجه مع في حركه بتحدث ياكل يذاكر يشرب يسمع مش عارف يغني في حدث حاجه شغاله. انما كلمه مثلا اقول لك ايه هي سيمز ال هو يبدو مريض مفيش فعل ما هو يبدو مريض هو يكون مريض. فدي اسمها استاتيف فيربس افعال الثبات. ودي بقى عندنا هناخدها في حاجات كتير قوي يعني انت في ثانيه ثانوي كنت واخد درس كامل على الاستاتيف فيربس دي افعال الثبات بيعرفك ان الافعال الثبات دي لا تاتي لا تاتي في زمن مستمر ما ينفعش ابدا تيجي في زمن مستمر يعني افعال المشاعر وافعال الحواس وافعال التفكير وافعال الامتلاك عمرها ما بتيجي مستمر. يعني كلمه وونت كلمه نو يعرف عمرك ما هتلاقي في الانجليش واحد بيقول لك اي ام نوينج. يا نهار اسود ايه الكارثه دي مش اسمها كده يا ابني في انجليزي ام نوينج ايه. فاحنا عندنا معلومه دايما بناخدها لما بناخد تركايه كده اجي اقول لك يا باشا فيرب تو بي يكون ده ما بيجيش يا ابني مستمر. كلمه مثلا نو يعرف كلمه وونت يريد افعال الثبات دي ما بتجيش مستمر. حتى في تركايه مشهوره لما نيجي يا جماعه يعني عايزين نعرف طالب ده متاسس ولا لا نيجي مثلا ناخد درس زي الباست كونتينوس الماضي المستمر سهل ماضي مستمر بيتكون من وزا وير وزا وير والفيرب اي ان جي ده اسمه ماضي مستمر. في قاعده اسمها قاعده وايل مشهوره قوي وايل دي بينما بيجي بعدها رجاله ماضي مستمر فيقول لك ايه يلا يا ابني عايز اعرف مستواك يقول لك وايل هي is base ill بينما هو يبدو مريض. بقول لك while he seemed يعني يبدو ولا was seeming. طبعا الطالب يا جماعه اللي نايم يقول لك ايه ده الحمد لله قاعده while هي باشا ادي قاعده while عايز بعدها ماضي مستمر ماضي مختار was seeming. طبعا اللي متاسس او ما اشوف كلمه سيم مستر سيم يعني يبدو من افعال الثبات ما بتجيش مستمر هختار سيم دي بس. فدي تركيه مشهوره جدا وعندنا بقى فيها بلاوي وفيها حاجات افعال ليها معنيين وانت خدت الكلام ده طالب لو مصحصح بس عندنا الطالب دماغه مخرومه يعني ياخد المعلومه من هنا ولا كانه فاكر حاجه. انما اللي مركز افعال الثبات دي يا جماعه ما بتجيش مستمر. طيب ممكن نقسم الافعال حاجه اسمها ترانزيشن فيربس افعال متعديه. طبعا انت فاهم بالعربي متعدي ده يعني هو لازم مفعول عشان يكمل المعنى. لما اقول لك مثلا هي ايتس وبياكل طب ياكل ايه ما في حاجه يا جماعه لازم احط الحاجه اللي بياكلها. هي ايتس انابل بياكل تفاحه لازم يكون في مفعول. وي واتش احنا بنشاهد ايه موفي فيلم. فده الترانزيتيف فيرب الفعل اللي هو ترانزيتيف فيرب متعدي. انما الانترانزيتيف اللي هو اللازم بقى خلاص يعني مثلا اقول لك ايه ذا سان رايزز الشمس بتشرق ذا دور اوبنز يبقى احنا مش محتاجين هنا يا جماعه مفعول. طيب دي تقسيمات الافعال. طبعا الفعل اللي هو الفعل الرئيسي ده يا جماعه في حاجه اسمها انفينيتيف اللي هو المصدر اللي هو الفعل من غير اي اضافات يعني كلمه اوبن كده اهي ولا فيها اس ولا فيها اي ان جي ولا فيها اي دي ده اسمه انفينيتيف مصدر.
طبعا الشكل بتاع المصدر ده بنستخدمه امتى؟ يعني امتى احط انا الفعل في المصدر كده؟ لو انا مثلا بعمل جمله امر، كلنا عارفين يا جماعه في الانجليش لو انا بدات بالفعل في المصدر يبقى دي جمله امر. هيبص كده بيقول لك ايه؟ open your books، افتح كتبك لو سمحت، فده امر. close your book، اقفل الكتاب. come here، تعالى هنا. ففي الانجليش لما يجي لك جمله امر اللي هي الجمله اللي بتبدا بالفعل في المصدر، او تبدا بكلمه don't لو انت عايز نهج، don't speak، ما تتكلمش. فانا احط امتى وانا بكتب؟ وحاجات دي انت هتحتاجها بعد كده في الكتابه، اشكال الرايتنج بتاع يعني كورس التاسيس ده، والمعلومات انت بتاخدها هتستخدمها فين؟ تستخدمها في سؤال الرايتنج في الكتابه. امتى اجيب الفعل في المصدر؟ لو انا بجيب جمله امر، open the door، اهي افتح الباب، او لو بستخدم كلمه اسمها don't، don't speak. الفعل بيجي في المصدر بعد don't و doesn't. لما اجي انفع يا جماعه فعل بعد don't او doesn't او didn't، الثلاث حاجات دول لما اجي انفي اجيب بعدهم الفعل في المصدر، اشيل منه don't او doesn't، لازم ارجع الفعل لاصله. يعني بص، he doesn't like، رجعت الفعل لاصله. بنستخدم الفعل في المصدر بعد كلمة تو، لكي ايه؟ تو المصدر، يعني I want to buy a car، عايز اشتري عربية، مصدر. بنستخدم الفعل في المصدر بعد الأفعال الناقصة، كان كان درايف. تاني يا رجالة، امتى يا ابني وأنا بكتب؟ أنا يهمني في كورس التأسيس ده تعرف أشكال الفعل، وطبعا في أزمنة هناخدها، بس أنا أديك معلومة دلوقتي عن الفعل في المصدر. بيجي امتى فعل في المصدر؟ في الإنفينيتيف، يعني الفعل من غير أي إضافات، بعد مثلا don't و doesn't و didn't، ده كده بحط الفعل في المصدر. لو سؤال في do او does او did، بجيب الفاعل ورجع الفعل في المصدر. لو جملة امر، هجيب الفعل في المصدر. لو بعد to معناها لكي، لازم يكون معناها لكي عشان كذا، بجيب المصدر. افعال ناقصة بستخدم الفعل في المصدر. طيب طبعا الفعل له ثلاث صفات، احنا اتكلمنا عن الافعال، قلنا رجاله اي فعل له ثلاث صفات، يعني كلمه جو، وينت، جن، ادي يا جماعه ثلاث صفات. طبعا كلنا عارفين ان التصريف الاول ده هو المضارع البسيط. لما اجي رجاله استخدم البريزنت سيمبل، المضارع البسيط هو التصريف الاول للفعل. بس طبعا مشهور بحاجه كلكم عارفينها، احنا الحاجات دي بالنسبه لكم تاسيس، ان المضارع البسيط ده لما اجي اكتب التصريف الاول بزود اس او اي اس او اي اي اس مع الهي والشي والات والاسم المفرد. فانا لما اجي يا جماعه مضارع بسيط قلت علي، علي ده مفرد، هي لازم اقول هي بلاي، ادي التصريف الاول اقول هي بلايز بزود اس. فالحاجات دي انت عارفها، والافعال اللي بتنتهي بسي اتش واس اتش واو واس اس واكس اسمها النهايات الخمسه. لو الفعل بينتهي بالنهايات دي ما بحطش اس، بحط اي اس. يعني كلمه جو يذهب اخرها او، لو قلت شي هي يبقى شي جوز، اي اس. متابع مركز؟ حاسس انت بتستفاد ولا قاعد نايم؟ انا شايف ان انت الدرس لغايه دلوقتي ما قلناش حاجه يعني جديده صراحه. محاضره النهارده كلها ريفيجن، مراجعه. احنا بجيب لك اشكال الفعل، التصريف الاول ده مين؟ ده المضارع البسيط اللي هو التصريف الاول للفعل باضافه اس او اي اس، ده المضارع البسيط. ده التصريف الاول للفعل اهو، ده المضارع البسيط. وعندنا طبعا فيرب تو بي، يكون اهو، ايز ذا دكتور، ام ويز ار، ده المضارع. وفيرب تو هاف وهاز، يمتلك، اي هاف، انا املك. يبقى الشكل التصريف الاول للفعل هو المضارع البسيط، وبنضيف له الاس والاي اس والاي اس لما يكون الفعل فيه واي وقبلها حرف ساكن، زي كلمه كراي يبكي مع الهي والشي والات، او الهي كرايز، اي اي اس. طب التصريف الثاني للفعل، معلش يا جماعه، جو وينت جن. التصريف الثاني ده اللي هو زمن الماضي البسيط، هناخده في هناخد ازمنه كلها ان شاء الله. فالوينت ده الماضي البسيط، وفي افعال ريجولار منتظمه زي كلمه واتش، يشاهد، الماضي بتاعها اسمه واتشد، واتشد. فاللي بنضيف له اي دي او دي او اي اي دي، ده اسمه فعل منتظم. والتصريف الثاني هنا الريجولار مش منتظم. فالتصريف الثاني للفعل انت بتكتب ده زمن ماضي، ماضي بسيط، حاجه خلصت، ماضي بسيط، وفي افعال منتظمه وافعال غير منتظمه. طيب التصريف الثالث بقى، يعني انت بتقول مستر جو
وينت جن. التصريف الثالث بقى نستخدمه امتى؟ يعني دايما الناس تسال مستر لا تستخدمه امتى؟ هو المضارع البسيط تصريف اول، الماضي البسيط هو التصريف الثاني، التصريف الثالث ده ما بيجيش لوحده، ما بيجيش لوحده، ممكن يجي مع المضارع التام. يعني ممكن احط له مثلا هاز وهاف، احط له هاز وهاف وتصريف ثالث، يبقى ده حاجه اسمها البريزنت بيرفكت المضارع التام بتاع سنس وفور. ممكن احط له هاد وتصريف ثالث، يبقى ده يا باشا كده الماضي التام، هاد دي ماضي تام. استخدمه في الباسيف في المبني للمجهول، لما اجي يا جماعه احول حاجه مبني للمجهول، لما اجي احول الباسيف بنجيب مبني للمجهول بنستخدم التصريف الثالث. لو زمن مضارع بسيط مبني للمجهول بحط ام واز وار وتصريف ثالث، ده مضارع بسيط مبني للمجهول. طب عايز احول ماضي بسيط اجيب حاجه اسمها وزوير، وزوير وتصريف ثالث، ده ماضي بسيط مبني للمجهول. عايز احول مثلا المضارع التام بحط هاز وهاف بين وتصريف ثالث. فاحنا عندنا التصريف الثالث لوحده ما بيجيش، هو يجي مع هاز وهاف ده مضارع تام، يجي مع هاد يبقى ماضي تام، يجي مع فيرب تو بي يبقى ده مبني للمجهول. بس معلومه للناس الشاطره، معلومات الحلوه اللي احنا بنحب نقولها في الكورس بتاعنا، ينفع التصريف الثالث لوحده؟ ينفع يا ابني التصريف الثالث لوحده نمشيه صفه. يعني ممكن يا جماعه التصريف الثالث لوحده ممكن نمشيه في الانجليزي صفه، يعني مثلا في كلمه اسمها ايه؟ ستيل. كلنا عارفين ستيل يعني يسرق للاشياء غير رب، يسطو للاماكن والاشخاص. يعني في كلمه اسمها رب دي يسطو. واحد سرق البنك ما اقولش ستيل او الرب. واحد سرق علي او الرب يسطو على حد، انما يسرق ستيل استول استولن. حافظ يا مستر، ستيل استول استولن. تعرف ان كلمه استول لوحدها تنفع صفه مسروقه؟ يعني فاهم، يعني ممكن اكتب التصريف الثالث لوحده صفه، يقول لك ذا بوليس الشرطه، ذا بوليس الشرطه فاوند وجدوا، ذا سبيس كار يسترداي الشرطه لقوا العربيه المسروقه امبارح. فالعربيه المسروقه اسمها ستولن كار، العربيه المسروقه. فانت التصريف الثالث لوحده ينفع يا رجاله يبقى صفه، يعني كلمه نو يعرف، عارف طبعا نو يعرف، نيو الماي بتاعها بالاي كده، والتصريف الثالث نون. انا ممكن اخد نون دي واخليها معروف، حتى في كلمه اسمها ويل نون معروف كويس فيمس. فانت في الانجليش التصريف الثالث لوحده يعني مثلا كيلد مقتول تنفع تيجي مع، يعني مثلا يقول لك ايه اي كوكد سم، انا طبخت بعض الفروزن تشيكن فراخ مجمده، فكلمه فروزن دي مجمده ده تصريف ثالث ماشي هنا صفه. في حاجه اسمها في الانجليش الجيرند، الجيرند ده اسمه اسم الفاعل، ان انت تجيب الفيرب وتزود له اي ان جي، ده في الانجليش يا ابني اسمه اسم الفاعل. هو التصريف الثالث ده اسم المفعول مقتول مسروق، انما الاي ان جي ده هو السارق، هو اللي بيسرق، هو اللي بيعمل، اسمها اسم الفاعل. طبعا ده مش زمن مستمر، يا خلي بالك ده لازم عشان يبقى زمن مستمر احط مثلا ام ويز وار اي ان جي، او احط مثلا ويز وير اي ان جي، انما هو لوحده اسمه اسم الفاعل اسمه الجيرند. ده بيعامل معامله النون زي الاسم بالظبط، يعني ريد يقرا، ريد يقرا. طب لو قلت ريدنج لا ريدنج يعني القراءه. سويم يعوم، اهي ادي سويم يعوم. طب سويمنج يعني السباحه، فده بيسموه الجيرند اسم الفعل. طيب يا جماعه الجيرند عندنا في بقى استخدامات كتير قوي، يعني مثلا هو في حته في الصفات هناخدها في درس الصفات، ان انا الصفه لما احط لها اي ان جي تدي اللي عمل الحاجه دي. يعني انت شايف واحد مثلا في كلب عمال يجري ورا العيال الصغيره وعمال يعضهم، يبقى الكلب ده ايه؟ طب مستر الكلب ده كده حاجه اسمها فرايتنينج. يعني بقى كلمه فرايتنينج دي مخيف، بيخوف العيال، هو اللي بيخوف، هو الفاعل، هو اللي بيجري وراهم، هو اللي بيخوفهم. فاللي بيعمل الصفه، اللي بيسبب الصفه الفاعل ده اسمه فرايتنينج مخيف. انما الاولاد بيكونوا ايه؟ الاولاد بيكونوا حاجه اسمها فرايتند. يعني يا مستر فرايت يعني خايفين،
فتخلي بالك يا جماعه الحته دي مهمه جدا جدا، اللي بيعمل الصفه ولا اللي بيقع على الصفه؟ الاي جي ده اللي بيقع على الصفه، فاهم ازاي؟ يعني مثلا انا الشغل بيكون ايه؟ الشغل بيكون تايرنج، يبقى تايرنج يعني متعب، انما انا اكون ايه؟ انا اكون حاجه اسمها تايرد، متعب. فالاي ان جي ممكن نستخدمه كاسم فاعل كصفه اللي عمل الحاجه دي. طبعا في تركيبات معينه في الانجليش لازم يجي بعدها اي ان جي، درس عندك ابقى في يونت 5 في ثالثه ثانوي، الافعال بيجي بعدها تو المصدر والافعال بيجي بعدها اي ان جي. فانت عندك في كلمه اسمها بيزي مشغول، افويد يتجنب فعل، انجوي يستمتع، سبند يعني يقضي. سبند يا جماعه يعني سبند دي في انجليزي لما تيجي بمعنى يقضي بعرفها ازاي؟ لما يجي بعدها وقت. ساعتها يا شباب لازم نحط هنا اي ان جي. دي تركيبه كده سبند تايم، ممكن تيجي معنى ينفق، بس تيجي بمعنى يقضي وقت اي ان جي. وز اوت بدون تاخد اي ان جي. فانت ممكن يجي لك في امتحان جمله على سبند يقول لك سبحان الله ده علي ده ماله علي؟ علي سبند الماضي منها قضى تو اورز ساعتين، علي قضى ساعتين. اسبيس ابوك بيقرا كتاب. يقول لك علي قرا قضى ساعتين بيعمل ايه؟ يقول لك في امتحان قرا ساعتين، دول ريد ولا تو ريد ولا ريدنج؟ ها لو انت راجل شاطر مستر، علي قضى ساعتين ريدنج، ابوك بيقرا في الكتاب. ففي تركيبات معينه هناخدها بيجي مع بعدها الاي ان جي اسم الفاعل، وفي افعال بتاخد اي ان جي. طيب زمن الجمله او زمن الفعل بيجي ازاي؟ باشا معاك الكلام ده كله، انا شايف ان في معلومات حلوه اتقالت النهارده جامده قوي، ما انا برضو خاطب طالب عايز يتاسس، عايز ياخد معلومات صح. انا ممكن اخش لك في المنهج على طول واقول لك يلا باشا زمن الباست سيمبل، زمن بريزنت بيرفكت، وفي حاجات انت واع منك زي الأزمنة وزي تركيب الجملة وزي أجزاء الكلام وزي الصفات والفرق بين الصفة والحال، كل الكلام ده انت فوت انت فاهمه عشان تفهم بعد كده المنهج. فهي دي ميزة الكورس ده، ان هو بيحاول يديك يا شباب يعني جزء حلو جدا جدا، أجزاء الكلام، تكوين الجملة، ازاي تكتب السي، ازاي تحل قطعة. فالناس اللي هتتابع معانا الكورس تحس انه في الآخر خد شوية معلومات تساعده جامد جدا في فهم المنهج. فانت عندك طبعا احنا عندنا اللي هو الفعل الرئيسي ده اللي هو يا جماعه زمن الجمله الاساسي، هو بمعنى الجمله بيجي منه. انت يا جماعه انت هتجيب زمن ايه وانت بتكتب؟ وانت بتكتب السي مقال، هل تكتب مضارع بسيط ولا تكتب مضارع مستمر ولا تكتب مضارع تام؟ فانت مراجعه كده سريعه على الازمنه اللي في الانجليش. احنا مثلا عندنا زمن اسمه البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. ايه هو المضارع البسيط؟ هو التصريف الاول للفعل، هو ادي بلاي بلايد، هو بلاي ده. بس هو اكتر حاجه بتميزه ان الفعل هنا لو هي وشي وات مفرد او هي بليز، احط اس او اي اس او اي اي اس، ده اسمه ايه؟ المضارع البسيط، ده اللي هو التصريف الاول للفعل. طبعا ده بنستخدمه مع الهابتس العادات، انا بلعب كره كل اسبوع. بستخدمه مع الفاكتس الحقائق العلميه اللي هي مثلا الارض بتدور حول الشمس، الميه بتغلي عند 100 درجه مئويه، حاجه علميه لازم احط في الزمن ده. لو جاب لي جدول مواعيد، القطر النهارده الساعة 3 ده جدول مواعيد، الفيلم هيبدا الساعة 5. فأنت المضارع البسيط أهو يا جماعة، ذا نايل رانز، نهر النيل يعني بيجري بيمشي في أفريقيا، حقيقة علمية، مضارع بسيط ونهر النيل مفرد، حطينا اس، الله عليك يا باشا. هدى يوجوالي ايتس، طيب عادة هابت، البنت عادة في المضارع مش في الماضي، دايما متعودة ايتس تاكل، اس المضارع. ذا ترين ليفز، القطر بيغادر الساعة 7، تايم تيبل جداول زمان. طبعا المضارع البسيط في النفي بجيب دونت او دازنت، يعني بص كده سي دونت اهي، عشان هم لو مفرد اقول هي دازنت، ادي المضارع البسيط بنفيه دازنت، والمصدر هي دازنت لايك. في السؤال اسال بدو او داز، مع الهي والشي والات داز مستر طارق كير، اجيب المصدر. يا جماعه ده السؤال بتاعه. طبعا المبني المجهول لو بدا بالعربيه اتغسلت، اجيب ام او از او ار وتصريف ثالث. العربيه بتتغسل كل يوم يبقى العربيه از ووشد. المدرسه بتتنظف يبقى از كليند. النباتات بيزرعوا ار بلانتد او ار ووتر.
يبقى المضارع البسيط بسرعه ده مراجعه سريعه على الازمنه مصلحه بالنسبه لك، تصريف اول للفعل، اسم المضارع مع الهي والشي والات، بيستخدمه مع العادات مع الحقائق العلميه مع التايم تيبلز جداول زمنيه، النفي دونت ودازنت والمصدر، السؤال دو او داز والمصدر، الباسيف بحط ام ويز وار تصريف ثاني. ايه اشهر كلمات داله؟ يوجوالي، سام تايمز، اوفن، اوكيجنالي من وقت لاخر، ريرلي نادرا، ديلي يوميا، نيفر ابدا، انيوالي سنويا، اولويز دائما، افري دي. بشوف الحاجات دي في المضارع بختار مضارع بسيط. طيب مراجعه سريعه على الباست سيمبل، الماضي البسيط هو التصريف الكامل. ما انت هتقول يا باشا يا ابني ماضي بسيط، التصريف الثاني للفعل، الله عليك يا باشا، التصريف الثاني للفعل. الافعال المنتظمه الريجولار اللي بنضيف لها اي دي او دي او اي اي دي، وفي افعال مش منتظمه بنحفظها جو وينت جان لازم احفظها. دايما الماضي بيعبر عن حدث وقع وانتهى، خلاص حاجه خلصت زمان وانا صغير عملت كذا، وينفع يعبر عن عاده في الماضي. وانا صغير انا كنت بلعب في الشارع كل يوم، دي اسمها عاده في الماضي. النفي بتاعه بنفيه بكلمه اسمها didn't والمصدر، ارجع الفعل للمصدر. السؤال بجيب did والمصدر. ادي يا جماعه الجمل، مستر طارق traveled سافر، حاجه حصل امتى؟ يسترد امبارح، بس سافر وخلص، حدث وقع وانتهى. النفي didn't work، didn't والمصدر. السؤال ادي did والفاعل والمصدر، did والفاعل والمصدر. المبني المجهول بجيب وز وير، يعني هناك كنت بجيب ام وز وار، لا هنا اجيب حاجه اسمها وز وير وتصريف ثالث، يعني مستر ده والسين اتشاف. طب ايه اشهر الكلمات الداله؟ يستر دي، لاست ويك، لاست مانث، اجو، ذا اذر دي، عامله زي يستر دي كده، ان وتاريخ ماضي، وين اي ووز يانج، وانس ذات مره، وانس وبونا تايم يعني مره من ذات المرات. كل ده يا جماعه في كلمه اسمها زوز دايز، تلك الايام. في كلمه يا جماعه اسمها زوز دايز. في كلمه اسمها جاست ناو. تعرف ان كلمه جاست ناو دي بتدل على الماضي؟ يبقى يسترداي واجو وانس وان ذا باست وان ذا انشنت تايمز وانه تاريخ ماضي، ده كله بيدل على الماضي البسيط. بشوف تصريف تاني للفعل. المضارع المستمر من الحاجات اللي انتوا كلكم حافظينها، ام ويز وار والفيرب اي ان جي، مصر كلها عارفه ام ويز وار والفيرب اي ان جي، بيعبر عن احداث بتحدث الان. بص كده لوك، انظر يا نهار اسود، ذا اولد مان از ايتينج، بياكل ايس كريم، يبقى حاجه بتحدث دلوقتي، هو بياكل دلوقتي، از ايتينج. طبعا النفي بتاعه بدل از بقول ازنت. بس في حاجه مهمه جدا، هو ممكن يعبر عن حاجه في المستقبل مخطط لها، حجزت تذكرة، البنت معاها تذكرة، رتب منى دي، مالها منى؟ سبيس تو لندن تومورو، منى مسافرة لندن بكرة، بكرة تومورو مستقبل، ماشي. بس في حتة بقى مهمة جدا، ايه هي؟ شي هاز بوكد ا تيكت، وخلاص حجزت التذكرة، منى مسافرة بكرة وحجزت تذكرة، يبقى تقول له منى دي، ما تقولش بقى ويل، تقول منى دي از فلاينج. مضارع مستمر يا جماعه اللي مخططه، شي بوكد حجزت، شي بريبيرد جهزت، شي بلان خططت، حدث في المستقبل ولكن مخطط له. فالمضارع المستمر يا رجاله حاجه ستقع في المستقبل ولكن مخطط له، يبقى انا عندي حاجتين، حاجه بتحدث دلوقتي او حدث سيقع في المستقبل ولكن مخطط له. الباسيف بتاعه بنجيب حاجه اسمها ام ويز وار، ماشي، بس نجيب حاجه اسمها بينج وتصريف ثالث. يبقى انا كده حولت مبني مجهول بكلمه بينج. ابص كده، ماي كار عربيتي از بينج ريبير، بتتصلح، از بينج ريبير دلوقتي. ايه اشهر كلمات داله؟ ناو لوك وليسن وات ذا مومنت وات ذا بريزنت وكرنتلي حاليا دلوقتي وناو ديز هذه الايام، ده بيدل على المضارع المستمر. طيب في زمن اسمه الباست كونتينوس، الماضي المستمر، بيتكون من مين؟ اوز وير، نحط الفيرب اي ان جي، يبقى المضارع المستمر ام اوز وار، يبقى الماضي هيبقى مين؟ اوز وير. طيب بيعبر عن حدث كان مستمر في الماضي، وانت امبارح بالليل كنت تعمل ايه امبارح بالليل؟ اي واز بلاينج، كنت بلعب كوره. النفي اي وزنت. السؤال واز وير، وات وير يو دوينج، كنت بتعمل ايه؟
فده الماضي المستمر. انت خدت قاعده اسمها قاعده وايل وقاعده از وجاست از خدناهم وناخدهم في جرامر يونت 1 في ثالثه ثانوي. المبني المجهول بتاعه بنجيب وز وير هي زي ما هي العربيه واجيب بينج ريبير وز بينج ريبير يعني بتتصلح كانت بتتصلح. يسترداي مورنينج امبارح الصبح يسترداي ايفنينج امبارح بالليل اول داي يسترداي طول اليوم امبارح ات 5 اوكلوك يسترداي كل ده جاست از واز كل ده بياخد ماضي مستمر. في عندنا زمن يا باشا اوعى تنام مني ماشي مع المحاضرات كتير او المعلومات كتير بس دي مراجعه سريعه يعني انت كل زمن من الحاجات دي هتاخد له محاضره كامله في المنهج بتاعك بافكاره بتريكاته يجي ازاي في الامتحان جمل المتفوقين جه قبل كده ازاي. انما انت هنا بتفتكر مضارع تام خدته قبل كده هاز وهاف وتصريف تام مضارع تام بيستخدمه امتى؟ حاجه حصلت بس ما اعرفش وقت حدوثها حاجه حصلت ما اعرفش وقت حدوثها حدث بدا في الماضي ولسه موجود يعني بص اي هاف ليفد انا عايش هنا من سنه كذا معنى ان قلت اي هاف ليفد يعني انا عشت ولسه مكمل فيها ده المضارع التام. النفي بجيب هافنت السؤال بجيب هاف يو المبني المجهول بزود كلمه بين او بن ده المبني المجهول ماي تابلت ماله هاز بن ريبيرد اتصلح. فالمضارع التام هاز وهاف ده مضارع تام حاجه حصلت في الماضي ولسه مكمله انا عايش في القاهره ولسه عايش اقول اي هاف ليفد اهي بص اي هاف ليفد يبقى انا كده لسه عايش عارف لو عزلت وسبتها اقول اي ليفد بس. طبعا اشهر الكلمات الداله جاست اوريدي ايفر ونيفر ويت وسينس وفور حاجات دي تاخدها يمكن اول حصه في المنهج ثالثه ثانوي سو فار حتى الان ريسنتلي حديثا ان ريسنت ييرز ليتلي مؤخرا ان ذا لاست فيو ييرز في الاعوام القليله الماضيه اوفر ذا ييرز على مر السنين ثرو اوت هيستوري عبر التاريخ ثرو اوت ايجز عبر العصور اي كلمه من دول بختار مضارع تام. زمن الماضي التام موجود في يونت 2 في ثالثه ثانوي بيتكون من هاد وتصريف ثالث. دايما الماضي التام بيبقى الجمله فيها حدثين او اكتر. الحدث الاقدم انا امبارح عملت يا رجاله امبارح ذاكرت ماشي طب بعد ما ذاكرت اتفرجت على التلفزيون ده كده في حاجتين ذاكرت وبعد كده اتفرجت على ايه اللي حصل الاول ذاكرت هو ده الماضي التالي يبقى ده هاد استديد هاد استديد ده كده اللي حصل الاول ماضي تام. بعد بقى ما ذاكرت واتشد ماضي بسيط فهم بيسموه الحدث الاقدم الحدث الاول انا ذكرت الاول هو اسمه ماضي تام يعني هو اللي تم الاول في حدثين في الجمله ايه اللي تم الاول ذكرت وبعد كده اتفرجت على التلفزيون. طبعا المبني المجهول بتاعه بتزود كلمه بين هناخد معاه قاعده افتر واسون از وباي زين وبيفور وباي ذا تايم نو سونر دي كلها قواعد هتشرح في الجرامر بتاع زمن الماضي التام. طيب الفيوتشر المستقبل البسيط ويل والمصدر ده سهل يا جماعه ويل والمصدر حاجه بتحدث في المستقبل ويل نافيه وونت المبني المجهول ويل بي سهل ده ويل بي المنزل هيتنظف بكره ويل بي كليند تومورو بكره سون قريبا نيكست ان ذا فيوتشر تونايت وده يا جماعه اسم مستقبل بسيط. في مستقبل مستمر هناخده فين الثلاثه ان شاء الله ويل بي اي ان جي حاجه هتستمر فتره في المستقبل بكرة من 5 لـ 7 بكرة من 5 لـ 7 هكون نايم كلمة هكون نايم اسمها will be sleeping هكون نايم كلمات دل عليه this time tomorrow بكرة من كذا لكذا. آخر زمن في الإنجليش هو المستقبل التام. المستقبل التام ده مهم قوي will have وتصريف ثالث حاجة هتتم في المستقبل قبل وقت محدد ومشهور جدا دايما بكلمة باي دي باي وتاريخ مستقبل اجيب مستقبل تاني ده مشهور جدا. يبقى دي مراجعه سريعه ده مش شرح ده مراجعه سريعه على الازمنه اللي انت هتاخدها السنه دي ان شاء الله هتاخد 12 زمن هم 12 زمن هتاخدهم كلهم ان شاء الله السنه دي. طيب في جمل كده يا باشا تدريبات يقول لك يلا يا ابني ويتش اوف ذيس سنتنسز از كوركتلي استراكشر انهي جمله معموله صح البنت بتعرف تغني كويس. طبعا كلمه كان لازم يجي بعدها المصدر يبقى دي غلط وكان بي سينج دي اصلا غلط وكانت لا يبقى هي شي كان سينج ويل بتعرف تغني كويس. طيب انهي جمله
احمد از نوينج، كلمه نو ما بتجيش مستمر، والنوينج ده من الزمن ما ينفعش يجي لوحده. طيب هي نو ولا هي نوز؟ طبعا المفرد هي وشي وات، عايز اس يبقى اختار هي نوز اس. زي هاز، ازاي رجاله زي هاز؟ ما تنفعنيش. زي هاف بينج، ما فيش زمن اسمه هاف بينج. طيب هو هنا في هاف بي، لا هو هاف بتصريف ثالث، يبقى زي هاف بن، هما يكونوا اصحاب بقالهم كام سنه ثانويه. طيب انا اي واز رايتنج ا ليتر، كنت بكتب جواب. مفيش حاجه اسمها اي وير، دي غلط، واي رايتنج دي غلط، وهنا اي رايت دي مضارع وكول دي ماضي، ما تجيش مع بعض. انما وين عندما جاي بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي مستمر، يبقى هي دي الاجابه الصح. طيب مفيش حاجه اسمها هاز فيزيتنج، غلط. طب فيزيتس هو ده كله، بس ده يستر دي بيدل على الماضي، ما ينفعش المضارع التام ولا المضارع البسيط، يبقى هي فيزيتد دي الماضي صح. ذا تشيلدرن بلايز، ازاي يا جماعه تشيلدرن وحط اس؟ دي مش تبعنا طبعا. ذا تشيلدرن بلاينج، ده مش زمن. ذا تشيلدرن از، لا يا باشا، ذا تشيلدرن بلاي بس اهي. ويتش اوف ذيس سنتنس، انهي جمله من الجمل دي، انهي جمله من الجمل اللي قدامك دي مظبوط صح؟ اول حاجه مع زي هاز غلط، وفينشنج ده مش زمن. زي وير فينيشد وزي هاف فينيشد، بص هنا وير فينيشد عامله ازاي؟ مفيش زمن تركيبته كده، مفيش اسمها وير فينيشد، يبقى هم مضارع تام، هي دي الاجابه الصح. اي ام نوت لايكينج، ما تنساش ان الفيرب لايك ما بيجيش مستمر. اي داز، مفيش اسمها اي داز. اي نوت لايك، مفيش اسمها اي نوت لايك، يبقى اي دونت لايك. طيب شي كان تو، طبعا المفروض انت تنزل مذكره وتحل اول لوحدك وبعد كده تراجع الاجابات، مفيش حاجه اسمها شي كان تو، ومفيش حاجه اسمها كان سويمينج، ومفيش حاجه اسمها كان سويمز فيها اس، يبقى شي كان سويم. طيب هي ويل جوز، مفيش حاجه اسمها ويل وفيها اس، ولا ويل اي ان جي دي غلط، ولا ويل تو، يبقى هي دي الصح. طيب انا شفت الفيلم ده، مفيش حاجه اسمها اي سينج، ده مش زمن. I have been seen، ده مبني مجهول انا شفت، ومفيش اسمها في انجليزي I am seen، يبقى هي دي الصح. I have seen the film. She don't، المفروض اقول she doesn't، ما ينفعش اقول she don't. She doesn't likes غلط. She don't، لا يبقى she doesn't like، doesn't والمصدر. اني جمله صح، they haven't a big house، هم لا يملكوا، لما يكون بمعنى يملك ما فيش haven't نفسها، ولا having ولا ار هاف، لا هما زي دونت هاف، هي دي يا جماعه الاجابه الصح، دونت هاف. يبقى ده كله تدريبات على الفيربس الافعال، اشتغلنا كتير قوي النهارده، محاضره كبيره فيها شغل جامد، ان شاء الله ربنا يكرمكم تستفادوا وتبقى الدنيا بالنسبه لك كويسه. بالنسبه للمحاضره الجايه، الفرق بين الصفه والحال ان شاء الله تبقى مفيده وربنا يكرمكم. مستني تعليقاتكم على الكورس تستفاد، لا اكتب لي المحافظه اللي انت منها وربنا يوفقكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.